أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سورة المائدة من قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهو أحد مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه بحي الخليج في بريدة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بعد أن ذكر صيد البر في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. لما ذكر حكم صيد البر أتبعه بصيد البحر، وذلك لكي يتم الحديث عن حكم الصيد الذي جاء في القرآن، وهذا طبعا بالنسبة للمحرم. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني استثني صيد البحر من التحريم، فإن الله حرم صيد البر على المحرمين كما حرم صيد البر على من دخل في الحرم. وأما صيد البحر فإن الله سبحانه وتعالى أحله سعة منه ورحمة وفضلا، فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أما صيده فهو ما يصاد في البحر وهو حي، وأما طعامه فهو ما يكون فيه ميتا، فيسمى طعام البحر، ومنه ما يقذفه البحر إلى البر مما يكون بموجه العاتي، فيقذف أنواعا من السمك فتموت هذه الأسماك بسبب فقدها للماء، فيجوز لمن وجدها أن يأكلها ويستمتع بها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أحل للمحرمين صيد البحر وأحل لهم طعام البحر وهو ميتته. قال: متاعا لكم وللسيارة، أي تتمتعون به ويتمتع به السيارة وهم المسافرون، وذلك من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لو حرم صيد البحر أو طعامه والناس في البحر ليس عندهم ما يأكلونه أو قل ما يجدون ما يأكلونه، لأنهم لا يحملون كل طعامهم في السفينة معهم، فلذلك أحل الله ذلك الصيد وذلك الطعام وجعله حلالا للمحرمين وجعله حلالا للمسافرين. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر فقال: هو الطهور
ماء؟ قالوا أنا توضأ بماء المحي يا رسول الله. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فأجاب بجوابين، وذلك لحاجة الناس إليهما مقترنين. ومثله هنا قال متاعا لكم أيها المحرمون وللسيارة، أي وللمسافرين محرمين كانوا أو غير محرمين. ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني حرم الله عليكم صيد البر ما دمتم محرمين، فإن صيد البر حرام عليكم لا يحل لكم. ومن صاد شيئا من صيد البر وهو محرم فإنه لا يحل له أن يأكله ولا يحل له أن يطعمه أحد، لأنه يعتبر بمثابة الميتة. وأما من صاد صيد البحر من المحرمين، وأما من صاد صيد البر وهو محل، فإن كان صاده لنفسه جاز أن يطعم المحرم، وإن كان صاده لأجل المحرم لم يجز له أن يطعم المحرم، ولم يجز للمحرم أن يطعم منه، كما ورد ذلك في حديث الصعب ابن جثامة عندما صاد حمارا وحشيا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكأنه رأى أنه تأثر، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. أما أبو قتادة فإنه كان محلا في صلح الحديبية، فصاد أيضا حمارا وحشيا، فلما قدمه لأصحابه تحرجوا منه، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه؟ قالوا لم يعينه منا أحد ولم يشر إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ثم قال هل معكم منه شيء؟ فدل ذلك على أن صيد المحل إن كان لأجل المحرم حرم على المحرم الأكل منه، وإن كان لأجل نفسه أو لأجل المحل جاز للمحل وجاز للمحرم. قال الله عز وجل واتقوا الله الذي إليه تحشرون، ذكر الله بالتقوى لئلا تنتهك حدود الله، وليعلم أن مثل هذا الأمر من تقوى الله، وأن الإنسان لا يكون متقيا لله حتى يأتي بالأوامر ويدع النواهي. وبعض الناس في هذا الزمان مع كل أسف يجعل التقوى محصورة على مجرد استحضار عظمة الله أو مراقبته أو الخوف منه، ولكنه لا يمتثل أمرا ولا يترك نهيا، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن التقوى حقيقتها أن يكون قلبك ممتلئا بالخوف من الله ومراقبته، ويظهر أثر الخوف والمراقبة على جوارحك فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي. الآن نجد كثيرين من الناس مع كل أسف تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر تحثهم على الخير، مباشرة يحتجون عليك ويقولون التقوى ها هنا، يعني ليس الدين بالمظاهر وإنما الدين بالذي يقع في القلب. فنقول لو وقع الدين في القلب وامتلأ به القلب لظهر أثر ذلك على الجوارح ولا بد. والعلاقة عندنا بين الظاهر والباطن علاقة تلازمية، متى وقع خوف الله عز وجل وخشيته في باطنك فلا بد أن يظهر ذلك على جوارحك ولا شك في ذلك. رأيتم يا إخواني لو أن إنسانا قال لك أنا أحبك حبا شديدا ثم إنه لم يعدك لما مرضت ولم ينصح لك ولم يقرضك عندما طلبت منه قرضا وهو قادر ولم يسعى في خدمتك ولا زيارتك ولا إجابة دعوتك ولم يصنع لك شيئا، أتصدقه في دعواه ويقول إني أحبك حبا شديدا؟ من قال إني أحبك حبا شديدا فإنه لا بد أن يبرهن على ذلك بعمل. ونحن كذلك نقول في طاعة الله وطاعة رسوله من اتقى الله حق التقوى
فلا بد أن يظهر ذلك على جوارحه وأعماله وأقواله وسلوكه وتصرفاته. ولا يجوز لأحد أن يدعي مهما كان أنه قائم بأمر الله سبحانه وتعالى ومتق لله وهو لا يفعل الأوامر ولا يجتنب النواهي. ولذلك نجد أن الأمر بالتقوى يعقب هذه الأحكام الدقيقة ويأتي بعدها. انظر مثلا إلى قول الله في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ذلكم توعظون به وذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فانظروا كيف ذكر بالتقوى بعد الأمر بالطلاق، لأن تقوى الله تظهر في مثل هذه الميادين التي يكون للنفس فيها حظوظ والقلب ينصرف فيها إلى استيفاء حظه وحبه وبغضه، فيقال له انتبه أين تقوى الله. ولذلك هنا قال واتقوا الله، ثم قال بعدها الذي إليه تحشرون، ذكر بالحشر والمعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى في آخر آية أنزلت من القرآن، وهي الآية التي تقع قبل آية الدين، قوله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فانظروا كيف يذكر بالتقوى، يأتي التذكير بالتقوى بالتقوى من الله، ويأتي التذكير أحيانا بالتقوى من الوقوف بين يدي الله عز وجل. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يبين الله عز وجل في هذه الآية شيئا مما يتعلق بالحج والعمرة والبيت الحرام، وهو أمر عظيم مهم لكل من يريد أن يتعرف على أثر هذا البيت على العالم. فقال جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة هي هذا المكان المكعب المبني بناء معروفا والذي يتجه إليه المسلمون في صلاته، وسميت كعبة لتكعبها أو لنتوئها، كما يقال كعب ثدي المرأة إذا نتأ وصار بارزا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعله سبحانه وتعالى قياما للناس أي يقوم به شأن دينهم ودنياهم، فإنه لا يقوم أمر الناس الديني إلا بهذه الكعبة، ولا يقوم أمر الناس الدنيوي إلا بهذه الكعبة. إن قلنا إن المراد بالناس أهل مكة فإنهم لولا وجود هذه الكعبة لما قام لهم شأن، لا شأن اجتماعي ولا شأن مادي، لأن العرب كانت تأتيهم من كل مكان، وكان ذلك يسبب حركة تجارية يستطيعون من خلالها العيش في بلادهم وتصريف تجارتهم والتبادل التجاري الذي يحدث بسبب ورود الناس إليهم طوال العام بالعمرة والحج. وإن قيل إن الناس هنا قياما للناس أي للعالم الموجودين في الأرض، فإن هذا المعنى أيضا صحيح، وهو أن هذه الكعبة جعلها الله قياما للعالم، بمعنى أن العالم يكون والناس يكونون موجودين ما دامت هذه الكعبة موجودة. فإذا هدمت هذه الكعبة أذن الله سبحانه وتعالى بزوال هذا العالم وأذن بقيام الساعة. فإذا خرب بيت الله فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بالخراب لهذه الكائنات والموجودات إذانا
بانتهاء الدنيا وإيذانا ببدء الآخرة. ولذلك في آخر الزمان ورد أن ذو السويقتين الحبشي يأتي فيهدم الكعبة ويلقيها حجرا حجرا في البحر، ثم بعد ذلك يأذر الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، أي جعل الله سبحانه وتعالى أيضا الشهر الحرام قياما للناس، فإن الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وإذا حرم فيها القتال أمن فيها الناس، وإذا أمن فيها الناس تصرفوا بالسفر والتردد في الأرض والذهاب والإياب، فيذهبون ويتاجرون ويسافرون ويقضون حوائجهم، وبهذا تقوم أحوالهم وتصلح لهم يصلح لهم معاشهم وتصلح لهم دنياهم وأخراهم. قال: قياما للناس والشهر الحرام. والأشهر الحرم هي أربعة معروفة عند العرب وكانوا يحترمونها ويقدرونها ويمتنعون من القتال فيها، حتى لو رأى الرجل أحدا قد قتل أباه لم يزعجه في هذه الأشهر الحرم، وكان الناس حينها يتنقلون بين البلدان لا يمسهم فيها أذى ولا يصيبهم فيها مكروه. والأشهر الحرم ثلاثة مجتمعة وواحد فرد. أما الثلاثة المجتمعة فهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، هذه متتابعة. وأما الشهر الفرد المنفرد عنها فهو رجب، ولذلك يسمى رجب الفرد لأنه منفرد عن بقية الأشهر الحرم، ويسمى رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه للسلاح قعقعة، فهذا الشهر مستقل. وكان من عادات الجاهلية القبيحة التي كانوا يلامون عليها ولم يكن لهم فيها سلف ولا أثر، وإنما كان من وحي الشيطان أن يفعلوها، أنهم كانوا إذا طالت عليهم الأشهر الحرم أجلوا الشهر الحرام إلى شهر يليه، وقدموا الشهر الذي يلي إلى الشهر المحرم، وانتهكوا حرمة الشهر الحرام بهذه الحجة الإبليسية البائسة. فمثلا إذا جلسوا شهر ذي القعدة وذي الحجة ثم طال عليهم الأمر فلم يقتلوا ولم يغزوا ولم ينهبوا ويسلبوا أموال القبائل والقرى المجاورة لهم، جاءوا إلى شهر الله المحرم فأجلوا تحريمه إلى شهر صفر، وجاءوا وقدموا شهر صفر إلى شهر المحرم. وهذا ما تعرضنا له في سورة أو ما سنتعرض له في سورة التوبة في قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. تأملوا يا إخواني هذا الأمر، وهو أنهم كانوا يؤجلون، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هذا زيادة على ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي في هذا العام يؤخرون حرمة شهر الله الحرام إلى صفر، ويحرمونه عاما أي في العام القابل يعيدونه على ما كان عليه حتى لا تنتهك حرمته على الدوام. قال: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الأشهر الحرم جعلها الله قياما للناس. وكذلك قوله: والهدي والقلائد. الهدي أيضا جعلها الله قياما للناس، لأن الناس كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بإهداء الهدايا للبيت الحرام وساكنيه وفقرائه والواردين عليه وزواره، فكان الرجل يبعث بالهدية من بلده
من الإبل أو البقر أو الغنم إلى بيت الله الحرام فتذبح هناك ثم تترك لمن يأخذ ولمن يأكل. وكان هذا مما يقوم به حال الناس في مكة، ومما يصلح به حال من يريدون مكة من زوار بيت الله الحرام ومن الحجاج والعمار. والهدي لا يلزم أن يكون بالمناسبة من بهيمة الأنعام، فإنه قد يكون من بهيمة الأنعام وقد يكون من غيرها. أما إن كان هديا للحج المتمتع أو للقارن فإن هذا لا يكون إلا من بهيمة الأنعام كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأما المعتمر وأما المحل وأما من يبعث هديا من خارج الحرم إلى بيت الله الحرام للحجاج والمعتمرين فإنه يبعثه من أي المال شاء، من الثياب، من البر والدقيق، من الخبز، من اللحم، ومن غير ذلك. قال والهدية والقلائد. القلائد هذه قلادة توضع على ما جعل لبيت الله الحرام وما أهدي لبيت الله الحرام. فكان الناس إذا رأوا الإبل مقلدة أو الغنم مقلدة قد قلدت القلائد من النعال والجلود والحبال وغيرها عرفوا أنها قد أهديت لبيت الله الحرام، فلا يمسونها بسوء ولا يقربونها ولا يعني يطمعون فيها لأنهم يعلمون أنها محرمة. قال الله عز وجل ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى فإن قيل أي اتصال لهذا الكلام بما قبله، قيل أراد أن الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال الزجاج رحمة الله تعالى عليه وهو من علماء اللغة وعلماء القرآن قد سبق في هذه السورة الإخبار عن الغيوب والكشف عن الأسرار، مثل قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، ومثل إخباره بتحريفهم الكتب ونحو ذلك. فقوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قال راجع إليه، يعني راجع إلى تلك الغيوب التي أخبر الله أنه يعلمها. والذي يظهر لي والله أعلم أن الله جعل الكعبة قياما للناس وجعل البيت وجعل الشهر الحرام قياما للناس وجعل الهدي والقلائد قياما للناس ليعلم العباد أنه سبحانه وتعالى بما شرع يعلم ما يصلحهم ويعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ثم قال الله عز وجل ما على اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه الآية جمعت بين الوعد والوعيد، وجمعت بين تحذير العباد وتخويفهم من ربهم سبحانه وتعالى وترغيبهم في عفوه ومغفرته ورحمته. وذلك لأنه قد سبق في قبل هذه الآية أوامر ونواهي، وهذه الأوامر والنواهي إن امتثلت فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويرحمه، وإن انتهكت ولم تمتثل ولم يقم العبد بها فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. يعني فاحذروا أن تنتهكوا حرمة الشهر الحرام أو تنتهكوا الكعبة المحرمة أو تنتهكوا الهدي أو البهائم المقلدة أو تصيدوا وأنتم في البر أو تحرموا شيئا أحله الله فإن الله شديد العقاب. وإذا وقعتم في شيء من ذلك فبادروا إلى التوبة فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وأما شدة عقاب الله فهذا أمر معلوم، ومن تأمل في مصائر الأمم المكذبة علم كيف أهلك الله تلك الأمم. انظروا مثلا إلى أمة عاد ماذا فعل الله بهم،
قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي تأتي الريح فتقلع الرجل منهم على ما أوتي من البسطة في الجسم والقوة والشأن وعظم الخلق ثم ترفعه فوق إلى أعلى السماء ثم تصرعه وترسله إلى الأرض على رأسه نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى أمة فرعون ماذا فعل الله بهم، أغرق أمة كاملة قد دخلوا البحر في لمح البصر فذهبت أمة بأكملها في ثوان معدودة. انظروا إلى شدة عقوبة الله عز وجل. ماذا فعل الله بقوم لوط؟ فعل بهم أفاعيل عظيمة، رماهم بالحجارة من سجيل، رفعت تلك القرى قرى قوم لوط وهي المؤتفكة أو المؤتفكات حتى بلغوا عنان السماء وسمع أهل السماء صياح ديكتهم، ثم أرسلهم جبريل الذي حملهم على طرف جناحه فوقعوا في الأرض، ثم أمطرهم الله بالحجارة، وكان قبل ذلك قد طمس أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. إذن عذاب الله إذا نزل فهو شديد، هذا عذاب الدنيا، فكيف عذاب الآخرة؟ إن عذاب الدنيا لا يساوي شيئا أمام عذاب الآخرة الذي لا يمكن أن يقاس بأي عذاب. يقول الله عز وجل واصفا عذابه قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. انظروا يا إخواني لأي مبالغة في هذه الآية، لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد، وفي قراءة فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني أن هذا الكافر سيجد عذابا لا يعذب أحد مثل عذابه، وأنه يوثق وثاقا لا يوثق وثاقا أحد مثله. قال الله عز وجل وأن الله غفور رحيم، أي أن الله جل وعلا متصف بالمغفرة وبالرحمة، فهو غفور. وغفور بنيت يعني هذا بناء مبالغة لكثرة ما يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده ولكونه لا يتعاظمه شيء من الذنوب أن يغفره الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد إليه، فالله غفور وهو غفار، غفار بمعنى أنه كثير المغفرة، يغفر للعبد ما كلما أذنب فهو غفار، وغفور يغفر للعبد ولو كان الذنب عظيما، غفور لكل ذنب صغير أو كبير جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. ثم أتبعه بقوله رحيم، ومعنى رحيم يعني ذو رحمة بالغة، رفيق بعباده، بالغ الرحمة بخلقه. والرحيم هو متضمن اسم لله عز وجل متضمن لصفة الرحمة، والفرق بينه وبين الرحمن كما يقول العلماء أن الرحمن عام للخلق كلهم، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم في الدنيا وفي الآخرة، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. وقيل إن الرحمن صفة ذاته وإن الرحيم فعله في خلقه، فالرحمة التي يوصلها إلى عباده تكون باسمه الرحيم، والرحمة التي اتصف هو بها بنفسه كان ذلك باسمه الرحمن، لأن الرحمن أقرب إلى الوصف منها إلى الفعل، كما يقال عطشان وجوعان للدلالة على امتلاء الإنسان بالوصف المذكور، فإذا قيل عطشان أي بلغ به العطش مبلغا عظيما، كذلك إذا قيل غضبان وجوعان وغير ذلك. فالرحمن للدلالة على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة وأنها صفة من صفاته التي لا تنفك عنه جل جلاله، والرحيم فعله في عباده كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. وهنا يأتي سؤال،
في غالب آيات القرآن يأتي اسم الرحيم بعد اسم الغفور، فما دلالة ذلك؟ يقال دلالة ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك رحمته التي أعدها لعباده إلا بعد المغفرة، فإذا غفر الله لك رحمك، وأن الرحمة لا تأتي من الله إلا للذي يغفر ذنبه. فليحرص كل واحد منا أيها المسلمون على أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويمحو ذنبه ويكفر سيئاته ويسعى في تكفير سيئاته لينال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من لا يغفر له لا يجوز الدعاء له بالرحمة، فالكافر ما يجوز أن نسأل الله له الرحمة لأن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم، وأن هذين الاسمين العظيمين يأتيان كثيرا في القرآن مقترنين، ويأتيان غالبا بهذا الترتيب غفور رحيم، لأن رحمته لا تدرك حتى تنال مغفرته. قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أي ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغكم، فإن امتثلتم فمصلحة هذا الامتثال لأنفسكم، وإن انتهكتم حدود الله فضرر ذلك عليكم وليس على أحد سواكم. والرسول قد بلغكم وقد بلغ البلاغ المبين، كما جاء في الآية السابقة التي ذكرناها في المجلس الماضي: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، وهنا إذا بلغ برئت ذمته وأدى ما عليه، ولا عهدة ولا مسألة، ويكون كل واحد منكم مسؤولا عن فعله، ولا يجوز لأحد أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوف ويتطلع بأبيه وأمي إلى أن يهتدي بعض من يحبهم وبعض قرابته كعمه أبي طالب، ولكن الله بين له أن هذا ليس بيده، وأن الذي بيده مما يعني جعله الله له البلاغ. فأنت يا محمد بلغ، وهذا هو الشيء الذي كلفناك به وأمرناك أن تقوم به، فعليه الصلاة والسلام. قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله البلاغ المبين دلالة على أن على الداعية أن يبين في دعوته، وأن يقيم الحجة على المخالفين بأبين ما يكون، وهذا يختلف باختلاف المدعوين علما وجهلا، قوة وضعفا، ذكورة وأنوثة، عروبة وعجمة، قلة وكثرة، إلى آخر ما هنالك، إذا كانوا أصحاب أديان وإذا كان عندهم شبه، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فبدأ بها لأن الحكمة تناسب كل أحد، والموعظة الحسنة وهي تكون في العادة لمن بلغه الحق ولكنه يتلكأ عن قبوله، فيقال: عظوه الموعظة الحسنة التي يعني يرقق بها قلبه لقبول الحق، فإن قبل لكن عنده بعض الشبه وبعض المسائل التي تشكل عليه ويريد أن يجاب عليها، وهنا يقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء تبدونه وكل شيء تكتمونه. يعلم ما تبدون يعني الذي تبدون والذي تكتمون. ويمكن أن تكون ما هنا موصولة كما وصفنا، ويمكن أن تكون مصدرية: والله يعلم إبداءكم وكتمانكم. فما في مثل هذا السياق تصلح أن تكون موصولة بمعنى الذي، وتصلح أن تكون مصدرية فيكون المعنى: والله يعلم إبداءكم
ويعلم كتمانكم. وهذا دائما يأتي بعد التهديد، يأتي التذكير بعلم الله عز وجل في مواطن الجزاء، بحيث يدرك العباد أن الله سيجازيهم، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من أمر عباده خافية. فعليهم أن يحذروا، أن يحذروا أشد الحذر من الوقوع فيما نهى الله عنه، وأن يحذروا أشد الحذر في انتهاك حدود الله، وأن يحذروا أشد الحذر في أن لا يقوموا بما أمر الله، وأن يعلموا أنهم إن امتثلوا فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع من حسناتهم شيء، لن يضيع من حسناتهم شيئا، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيهم على القليل والكثير، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وها هنا تأتي مسألة، وهي مسألة مهمة: إذا كان الله يعلم ما نكتم، فلماذا ذكر أنه يعلم ما نبدي؟ هذه مسألة تحتاج منا إلى نظر. إذا كان الله يعلم ما نكتم، لماذا لم يكتفي بعلمه بما نكتم؟ لأنه يعلم قطعا ما نبدي، لأنه يعلم قطعا ما نبدي. وهذا سؤال يحتاج منا إلى نظر وتفكر. والجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى ذكر علمه بما نبدي، وذكر علمه بما نخفي، ولم يكتفي بما نخفي ليبين لنا أن علمه بهما مستو. يعني علمنا، علمه بما نبدي وعلمه بما نخفي على وجه سواء، وأنهما لا يختلفان بالنسبة له جل جلاله، بخلاف غيره سبحانه وتعالى، فإن العلم بما يبدأ أيسر بكثير جدا من العلم بما يخفى، هذا إن علم ما يخفى. أما الله فالعلم بهما سواء، أخفيت في قلبك، أسررت، كتمت، أو أبديت وأظهرت، كل ذلك بالنسبة لله عز وجل مستو لا يفترق. ولذلك نجد كثيرا ما يقترن ذكر علم الله بما يبدى وبما يخفى. وسبب ذكري للسؤال لأن البلاغة، والبلاغة كما يقولون هي الإيجاز، فلماذا يذكر أنه يعلم ما نبدي مع أنه ذكر أنه يعلم ما نخفي؟ لأن الذي يعلم ما نخفي أكيد أنه يعلم ما نبدي. فنقول: الحكمة هي هذه، ليبين لك الله عز وجل أن علمه بما نخفي كعلمه بما نبدي يستويان، لا يفترقان ولا يختلفان عليه سبحانه وتعالى. وهذا من سعة علمه جل وعلا، فالله وسع كل شيء علما. ولذلك لو أنك في ليلة ظلماء في مكان خفي وفعلت فعلا ما، فإن الله يعلمه، كما لو فعلته أمام الناس جميعا وتحت ضوء الشمس في رابعة النهار، كلاهما بالنسبة إلى الله سواء. نعم تشكل على العباد وعلى المخلوقين، أما على الخالق سبحانه الذي وسع كل شيء علما ووسع كل شيء رحمة، فإنه لا يخفى عليه منه شيء. وبهذا نأتي إلى ختام هذا المجلس من مجالس تفسير سورة المائدة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.